أبو الغيث يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ عن الصلاة في السفر، هل تجوز صلاة المسافر قصرا بالفرد مثلا أن يصلي الظهر في وقتها ركعتان وثم ينتظر حتى دخول وقت العصر فيصلي أيضا في وقتها ركعتان أيضا، أو يجمع الصلاة الظهر مع العصر ركعتان ركعتان؟ إذا كان قد جد به السير فإنه يجمع ويقضي، لأن هذا أرفق به، جمع تقديم أو جمع تأخير. أما إذا كان نازلا في أثناء سفره للراحة أو لقضاء حاجة فإنه يقصر بدون جمع، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى في أيام الحج وكان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم.